العموم فهذا خسرنا فاحنا اللي خسرنا بنفسنا جونا ديزوك راه باش كنا نسجلوا وما سجلناش فريق الخصم يمكن وصل مره واحده على ايثر خطفة اللي ردها الوسفي من بعد ما شفناش في الحملات المضاده اللي كانت محتشمه كنظن بان الظروف ديال المباراه وكذلك ضرب الجزاء اللي زاد في الثواني الاخيره ديال الشوط الاضافي الثاني اللي عاوتاني احتسبها الفار وحالات اخرى في نفس الشكل اللي الفار عاوتاني ما احتسبوش على العموم يمكن لي الا نهني فرد الاتحاد البيضاوي على المباراه اللي دار مباراه رجوليه مباراه اللي كان متواضع يمكن مركز في وسط الميدان بشكل جيد حنا اللي جاونا فرص وما سجلناش فما كنا نلوم تحت هذا بالنسبه لي انا هنيئا للاتحاد البيضاوي تسمح نسلو الجمهور تاعنا ان شاء الله في اليوم في سنه اخرى كانوا واجدين وكان عندهم عزيمه واراده باش كل ما يربحوا هذه المباراه حاولوا الفريق الخصم كان بعصره كان بلور كيعتمد على الاخطاء كان كيعتمد على الاخطاء ديالنا اللي نقدر نقول كانت منعدمه ما كانش شي اخطاء اللي يمكن له يستفد فيها الفريق من حملات مضاده او اخطاء اللي ديال الممرات كنا احنا مركزين بشكل جيد ولكن غابت عندنا اللمسه الاخيره بعض الفترات وكذلك بعض دي كونتر اتاك اللي ضيعناهم بواحد الشكل بشيع وجات كره لسيكو بالراس في الوقت اللي هو مهم الا كان تفاجئوا بان كيوضحها خارج المرمى على العموم فباش نقولوا الفريق كان شارد ديني لا كان داخل في المباراه الفريق الخصم تاعو لعب المباراه تاعو داير الاستراتيجي تاعو اللي سلكاتو باش يقدر يخرج باقل الضرر الا كيتفاجئ في الاخير مضرب جزاء في وقت اللي ما عندك كيفاش ترجع فيه على العموم كرة القدم هي هذه حاولنا بكل إرادتنا ظروف ديال المباراة لعبت شكل آخر بالطر ديال شيشان لهذا بالنسبة لي ما يمكن لي إلا نهني الفريق الاتحاد البيضاوي وكذلك نهني اللاعبين اللي وصلوا حتى الدومي فينال وأعطوا ما كل ما عندهم وبغاو يهديوا الأمسية الجمهور تاعهم يمكن مع كامل الأسف ظروف المباراة وكيف ولي سيركونستانس اللي وقعوا خلاتنا نخرجوا النية كنعرفوا بأن أولا عندنا طيبي اللي بليسي عندنا سليمان اللي كيشكو من إصابة فلاديكتور كذلك عندنا أجردوم اللي صبح اليوم بالسخانة ولا غريب كذلك عندنا أمعنا اللي عنده انفيسير في النيف تاعو إلا كانت تغييرات اضطرارية كنظنش لأن ديجا لعبنا مع شباب خنيفرة وفي بلادنا وقع لنا نفس المشكل في الشوط الاول ما استطعنا باش نسجلوا ما سجلنا حتى الوقت الميت بضرب الجزاء يعني فتنظن كما قلت من قبل ملي حلت المباراه لي سيركونستانس ديال الماتش ولي تقلب لان ملي كتشوف جاونا دي زوكاز وما سجلناش عاوتاني لعبنا ناقصين بعشرة ورغم ذلك ما بانش بان الفريق الجديد لعب ناقص زدنا مهاجم اخر اللي هو سيكو مع مسوفا يعني حاولنا ومآمنين بان يمكن نسجلوا في اي وقت ولكن مع كامل الاسف ملي كتضيع كره القدم كتعاقبك كذلك الفريق ديال الاتحاد البيضاوي اللي شفناه اليوم ماشي هو اللي كيلعب في البطوله نفس الشكل نقدر نقولوا نفس الكلام على الفريق ديال الاتحاد البيضاوي المباراه ديال الكاس ديما كتمتاز بهذا الخاصيات يعني حنا اليوم سيطرنا في لوبويسون بالو خلقنا فرص وما كتسجلش والفريق الخاص ما وصلناش حتى من الكره ديال ضربه الجزاء اللي جات فالكره ماتت وجات الكره عند اليوسفي بسذاجه خرجت في الكورنير فهذيك الضربه الركنيه فيها جات ديك ضربه الجزاء اللي كانت مكرهه وفوق طاق الجميع اللي ما شافها حتى واحد شافها الفار هذا بالنسبه لي انا ما يمكنليش نقلب على مبررات درنا اللي علينا الفريق الخصم كان محظوظ دار اون استراتيجي اللي سلكاتو حنا ضيعنا فرص ما سجلناش ما يمكن لي الا نهني الفريق الخصم بالانتصار تاعو ومن طبيعه الحال نقول هارد لوك الفريق تاعي اللي قام كل شيء الا باش يسجل
وحنا طنجة مع كامل الأسف كان طنجة كيوقع لنا فيها مشاكل باش يمكننا نسجلوا.